خير. طب كويس لسه في ناس موجوده، قالوا لنا الناس روحت. طيب اسمح لي قبل اي حاجه بس قبل ما اتكلم فيها نقف هنا دقيقه اداء على كل الناس اللي ماتت بنيه ان البلد دي تبقى كويسه. الميدان وتحديدا ميدان التحرير وميادين تانيه كتير قوي على مستوى الجمهوريه. اتجمع فيها ناس كتير قوي وهم كلهم مختلفين في المستوى التعليمي والثقافي وايضا مختلفين في المستوى الاجتماعي. حتى في الديانه في اختلاف ما بينهم. لكن كل اللي نزل الميدان كلهم كانوا متفقين على حاجه واحده بس، ان فعلا البلد دي تبقى كويسه. ميدان التحرير كان سبب او كان مكان اتجمعت فيه ناس عشان تعمل ثوره 25 يناير. ثوره 25 يناير كانت سبب في ان بقى في حاجه اسمها ثوار، او الثوار هم اللي كانوا سبب في انهم كانوا موجودين في الميادين. كل الناس كانت بتجاهد وكل واحد بيحارب في ميدان مطالبته. في ناس بتعمل مسرح وفي ناس بتعمل مزيكا وفي ناس بتعمل ميه وفي ناس بتقول شعر وفي ناس بتعمل سينما وفي ناس بتلعب طنبوره وفي ناس بتعمل ورش فنيه للاطفال وفي ناس بترسم وفي ناس بتنحت وفي ناس عملت حاجه اسمها الفن المدني. انا سعيد ان انا اكون احد المنظمين والمؤسسين للفكره. بدات بعد ثورة 25 يناير باجتماع لائتلاف الثقافة المستقلة اللي دعا ليه مؤسسة المولد الثقافي. قررنا ان احنا نعمل حاجة في الشارع نساهم بيها في توعية الناس اللي عانت كتير جدا على مستوى السنين او على مدار السنين اللي فاتت كلها. وقلت لها فكرة ان احنا ننزل الشارع فعلا ونقرب للناس اكتر. الفن الميداني تظاهرة فنية بتحصل أول سبت من كل شهر. بتحصل في ميدان عابدين هو المكان الأساسي وبتحصل في نفس اليوم في محافظات تانية. قدرنا نوصل في يوم من الأيام اللي كانت في ميدان عابدين وفي 14 مكان تاني في نفس اليوم في نفس الوقت. الفن الميداني مش مهرجان فني ولا حفلة فنية. هو فكرة كلنا اشتغلنا عليها كل المنظمين بهدف إن احنا يبقى في حاجة للناس البسيطة اللي في الشارع يبقى ليها مكان وليها يوم بتستمتع فيه كل الحاجات اللي بتشوفها بس في التلفزيون. بنقدم مزيكا وبنقدم مسرح وبنقدم فنون تشكيليه ومعرض فوتوغرافيا ومعرض مصنوعات يدويه وحاجات كتير جدا على الارض بتبقى كلها للناس اللي في الشارع. كل اللي بيشتغلوا من المتطوعين ومن الفرق اللي بتشارك بيشتغلوا بشكل مجاني لان كلهم مؤمنين بالفكره ومصدقين في ان فعلا الفن مش رفاهية، الفن رسالة مهمة جدا وله دور كبير جدا في التوعية وفي انه يخلق جيل جديد ناس بتعرف تفكر وناس عندها القدرة ان هي فعلا بجد تغير. كلنا بننزل الشارع في يوم السبت بهدف ان احنا نفرح الاطفال الصغيرين. بهدف ان احنا نعمل ازالة للفجوة الكبيرة اللي بين الفنان اللي قاعد في المرسم بتاعه والفنان اللي قاعد في المسرح بتاعه والفنان اللي قاعد مكان الحفلة بتاعته انه ينزل الشارع ويبقى فعلا قريب من الناس. كل اللي بيتعمل في الميدان عن قناعة من كل فنان بيبقى موجود انه فعلا الجمهور الحقيقي هو الجمهور اللي في الشارع. الناس البسيطة دي من حقها ان هي تستمتع. بنساعد على ان يبقى في فرق كتير جدا شابة تبقى بتشارك تبقى موجودة في الميدان. المنظمين ما بيختاروش الفرق على بطريقه التقييم. احنا بنختار الفرق او احنا بنعتبر نفسنا منظمين، يعني المنظم اللي هو يعني احنا بنرتب الحاجات، احنا ما بنختارش الفرق اللي هتشارك، احنا بنحاول على قد ما نقدر نبقى بنعمل تنسيق لكل الناس اللي حابه ان هي تبقى موجوده مع الناس في الشارع، وبالتالي احنا ما بنقيمش حد وما بنختارش على اساس الجوده اللي ممكن تكون من وجهه نظرنا غير وجهه نظر حد تاني، وبالتالي
اختلاف الأذواق هو اللي بيعمل إن تبقى الناس كلها بتشوف حاجات مختلفة. الفن المدان حاجة مستقلة وحاجة مننا كفنانين وبنعملها للناس اللي في الشارع. في كلام كتير جدا ممكن يتقال، بس أعتقد إن الصورة بتبقى أقرب كتير قوي من إن أنت تبقى بتسمع. ففي حاجة 5 دقايق ممكن نتفرج عليها هي تعبر عن حاجات كتير جدا ممكن تكون بين السطور، ويمكن كتير انا كمان ما قلتهاش. اليوم كان بالنسبه لنا مرهق ان احنا جايين من سفر، وكان يوم طويل بصراحه، وانا بشكركم فعلا ان انتوا استنيتوا طول الوقت ده كده عشان تكملوا اليوم معانا. هنشغل الفيديو ان شاء الله. Thank you.